ده حمادة. حمادة عنده بيت ورثه من أهله، ومرة حمادة اتزنق في فلوس والدنيا ضاقت بيه، جات له فكرة إنه يبيع بيته وياخد حاجة إيجار جديد على ما تفرج. حمادة سأل واتقص في السوق ولقى إن البيت يساوي حوالي 1,000,000 جنيه. حمادة راح لسمسار عشان يبيع له البيت. في الحالة دي حمادة اسمه البرنسبل والسمسار اسمه الايجنت. السمسار اتفق مع حمادة على عمولة 5%، يعني من 1,000,000 جنيه المفروض عمولته تبقى 50,000 جنيه. السمسار بدأ يعمل اتصالاته ويدور لحد لما لقى مشتري ناوي يدفع 900,000 جنيه، فالسمسار حسبها ولقى ان عمولته في الحالة دي هتبقى 45,000 بس، فقال مش مشكلة، ال5,000 جنيه الفرق دول وفر بيهم تعب انه يقعد يدور على مشتري تاني اكتر من كده. السمسار رجع لحمادة بالاوفر، ولان حمادة كان مزنوق في فلوس اضطر يوافق على 900,000 جنيه مع ان البيت كان يسوى 1,000,000. وهي دي البرنسبل ايجنت بروبلم، ان الفرق بين السعر الاصلي للبرنسبل اللي هو 1,000,000 وبين السعر اللي اتباع بيه اللي هو 900,000 يعتبر فرق كبير جدا عن المبلغ اللي السمسار قرر يضحي بيه عشان ينجز ويروح للعميل اللي بعده. المشكلة دي بتواجهها اي شركة عندها مجموعة من البياعين. صاحب الشركة اللي هو البرنسبل بيبقى فاكر انه لما يزود مكافآت البياعين على البيع انه هيحصل على مبيعات اكبر، وده صحيح نسبيا، لكن بعد حد معين القاعدة دي بتبطل تشتغل، لان ساعتها الفرق الكبير جدا بين المجهود اللي المفروض البياع يبذله عشان يعرف يبيع السلعة بسعر اكبر لا يتناسب مع الزيادة البسيطة اللي هو هيزيدها لو بذل المجهود دوت، وده لان الحافز الرئيسي للبياع هو المنفعة الشخصية مش منفعة الشركة. والمشكلة دي بيحلوها عن طريق حاجة اسمها الكونتراكت ديزاين، وهي انك ازاي تعمل عقد بينك وبين الايجنت بتاعك عشان تتأكد ان مصلحة الشركة تتناسب مع مصلحته الشخصية. عشان المشكلة دي ما تحصل لكش محتاج تراعي 4 حاجات في الكونتراكت بتاعك. اول حاجة هي البروفيت شيرينج او توزيع الارباح، لان ساعتها بيحس البياع ان مصلحته ان الشركة تعمل ارباح اكتر وساعتها بيدي الشغل حقه. تاني حاجة هي الستوك اوبشنز، يعني المساهمة، ان كل موظف في الشركة بيبقى يملك جزء من الشركة اللي هو شغال فيها، وبالتالي برضه هيحافظ على مصلحتها. الحل التالت هو تعديل الانسنتيفز او المكافآت انها تتناسب طرديا مع نسبة الربح اللي بتعمله الشركة، يعني البياع لو بياخد 5% عشان بيجيب رقم معين يبقى ياخد 10% لو جاب اعلى من الرقم دوت، وساعتها هو مش هيكسل عشان عايز ده في المكافأة. الحل الرابع هو سياسة العصا والجزرة، وهي ان الشركة تراقب مبيعاتها، ولو لقت بياع بيبيع بسعر اقل عشان يروح للعميل اللي بعده ساعتها ممكن تتخذ الاجراءات اللازمة وترفضه. لتفاصيل اكتر عن الـ Principal Agent Problem دوس على اللينك اللي في الديسكريبشن. لو عجبتك الحلقة دوس